وده اللي بيقدر البي ام اي يقدمه بكل بساطة. وبالمناسبة دي خليني أأكد على ان النموذج المطبق عبارة عن قالب معياري تقني يقدر يستوعب اي عدد من الكورسات والمحتويات الأكاديمية على اختلاف تخصصاتها. يعني يقدر يقسم المحتوى العلمي لأسابيع وفصول دراسية أكاديمية modules. لاحظ ان كل اسبوع او modules ممكن يحتوي على المادة العلمية في شكل ايه؟ كتاب الكتروني تفاعلي بجانب الفيديوهات التفاعلية للمحاضرات الملحقة بها التدريبات، مع مراعاة ان في بنك اسئلة لكل chapter لضمان عدم التكرار. وما تنساش الـ Instant Feedback Policy، وده بقى غير بنك الأسئلة المخصص للامتحانات النهائية اللي بنأمنها ونسهل إجراءاتها من غير قلق من التسريبات أو دوشة أعمال الكنترولات. وفوق ده كله هتلاقي لكل مادة أو Subject مخصص ليها جانب من اللقاءات المباشرة، إما في Discussion Forum أو الفيرشوال كلاس رومز. يعني ببساطة كل اللي الطالب محتاج له هو كمبيوتر أو تابلت وإنترنت ورغبة حقيقية في التعلم عشان يقدر يتفاعل مع كل محتوى في أي وقت وفي أي مكان. أظن بكده يبقى حلينا مشكلة الأكسسبيليتي، يعني الإتاحية لكليات ذات الأعداد الألفية. لو بإيه؟ بمستوى من الكواليتي وفق المعايير العالمية.